سعيد مهران، انت متهم بالقتل مع سرق الاسرار، عاوز تقول حاجه؟ يا حضرات المستشارين، انا اللي حدافع عن نفسي. انا صحيح شلت المسدس، لكن رأف علوان هو اللي علمني ضرب النار. انا ما قتلتش البواب لاني لا اعرفه ولا يعرفني، هو اتقتل عشان كان خدام رؤوف علوان، هو ده السبب.